وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه. في الخامس وال...
التفاعل مدني، فما زال يروي أروع القصص في تنفيذ مهامه الإنسانية التي ستبقى راسخة في الأذهان. فهم الأكفأ والأمهر في التعامل مع الأحداث الكبيرة من إسعاف وإنقاذ وإطفاء، والتعامل مع الواجبات المختلفة والنوعية منها من خلال كوادر بشرية مؤهلة. عزم ونظرة حزم تهز جبال، كانوا ابطال كفوا وفوا شفنا قبل الجول افعال. الاستقلال رمز الام براس القمة وحلم اجيال، والامان كانت بذرة وصارت شجرة والها فدان. لان الوطن العمر صاح وقال نمشي درب الحلم انطال.